هنروح دلوقتي لمراسلنا احمد كانو من القاهره وراي الجمهور في مباراه النهارده. احمد اتفضل. تحياتي ليك كابتن عادل مصطفى، تحياتي لكل متابعي ريمونتادا في كل مكان. انتهت مباراه المنتخب المصري مع غينيا بيساو في ثاني جولات المنتخب المصري في امم افريقيا بفوز صعب بهدف وحيد لعمرو السريع. خلينا ناخد اراء الجماهير اللي تابعت المباراه دي. راجل فدا المنتخب النهارده، لا اداء سيء طبعا، ما يرضيش ربنا. ده يعني جايبين مدرب بياخد ملايين ومفيش اي اداء، مش ده اللي اتعود عليه الجمهور المصري. الجمهور المصري محتاج اداء، محتاج كوره، مش ده الجيل اللي احنا اتعودنا عليه، مش ده جيل حسني عبد رب وزدان وعمرو زكي. لا لا، ما يرضيش اي حاجه خالص. ايه اللي اختلف عن الاداء النهارده ومباراه نيجيريا؟ هو مفيش، اول فرق ان احنا بنلاعب بس المنتخب اضعف شويه، التكتيك بتاعهم مش قد كده، فهو ده اللي فرق معانا النهارده مش اكتر. منتخب نيجيريا هو اللي عالي علينا، لكن منتخب غينيا طبعا طبيعي اقل، فاحنا ظهرنا شويه النهارده بس مش الاداء اللي احنا عايزينه. رايك كيف اداء المنتخب النهارده؟ وطبعا الحمد لله على الفوز قبل اي حاجه، بس الفكره كلها ان برده نفس التشكيل، هو لازم يكون في فكره في التغيير، لازم يكون في فكره في التغيير، لازم كفكر مدرب ان هو كتشكيله المفروض يتغير. نفس الفرقه نفس التفكير، يعني تريزيجيه عارف ان هو مصاب، المفروض برده يريحه شويه، ننزله برده في الدقيقه 76 برده لعبه بطيء. محمد النني واحد زيه، هو لعيب كبير وكل حاجه، بس برده مع احترامي ليه ان هو برده مستواه قليل جدا جدا. صلاح برده بيلعبه في اوقات مش في مكانه، والنهارده برده التجارات اللي عملها تجاراته برده مش مظبوطه. واحد زي حمدي فتحي المفروض ينزل في اول مشوط، نزل سلام رجعه ورا، فبرده في برده تغييرات برده مش مظبوطه. المفروض ان هو كان فكر المدرب يكون اقوى من كده شويه، فطبعا وحش. اربع تغييرات النهارده في اداء في منتخب مصر على التشكيل لمباراه نيجيريا، ايه اللي اختلف في الاداء النهارده؟ هو الاداء النهارده ان هو السوليه ما كانش ينفع ان هو يبدا المباراه، وكان لسه راجع من اصابه، زاد ان هو النهارده لاعب يعني كان معاه حمدي فتحي، المفروض كان يلعب حمدي فتحي. النهارده عبد الله السعيد بقى له فتره جامده كورونا برده، ما لعبه من اول الشوط، فطبعا لا، ما في يعني عندنا احسن من كده ان احنا نطلعه يعني. مين كان مميز النهارده في منتخب مصر؟ مميز النهارده كان مصطفى محمد. مصطفى محمد كان الصراحه كان بيهاجم، كان بيتعب، كان بيعافر من الباك اليمين وقعد يلف واستلم الكوره رفعها، وجي لما لقى المهاجم اللي هو الباك اليمين اسمه ده عمر كمال عبد الواحد، راح رفع له الكوره، راح جري عليها، راح ردها بدماغه. هو تعب وعافر وعمال بيعافر، جت الكوره برده في العارضه، هو عملها واستلمها وراح شاطها. هي دي الفكره بس. منتخب مصر يقدر يروح لحد فين في بطوله الامم بعد مباراه غينيا بيساو بعد ما اتفرجت عليه النهارده؟ والله هو الاداء يعني ما مش كويس برضو، ده مش ده اللي احنا عايزينه. احنا عندنا لعيبه كويسه جدا، النهارده لما وظفنا اللعيبه في مكانها شفنا اداء شويه عن طبعا عن الماتش اللي فات. انا شايف ان المنتخب لو في روح تاني زياده وهنلعب بنفس التشكيل ونفس كل لعيب في مكانه، ان شاء الله هنوصل برضو للمربع الذهبي مثلا باذن الله. لان طبعا انا شايف برضو المنتخبات في افريقيا السنه دي مش قد المستوى، مش احسن حاجه. طبعا بطولات افريقيا اللي فاتت كان في منتخبات اقوى من كده بكتير، فانا شايف مع الاداء ده ومع الاداء بتاع المنتخبات الثانيه في افريقيا ان شاء الله ممكن نوصل، بس نلعب بتشكيل كويس يبقى في روح اكتر من كده. والنهارده عمر كمال كان احسن لعيب النهارده في منتخب مصر. كابتن عادل مصطفى، ده كان لقائي مع الجماهير المصريه اللي تابعت بكل شغف مباراه مصر مع غينيا بيساو، اللي انتهت بفوز المنتخب المصري بهدف وحيد في ثاني جولات المنتخب المصري في الكان 2021. من جديد اليك الكلمه زميل عزيز عادل مصطفى.